هلو للجميع، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. أنا الحمد لله طيبة ومبسوطة لأني رجعت لكم اليوم بفيديو جمعت فيه بعض الحيل أو الطرق اللي راح تسهل علينا بعض الأشياء أو بعض التفاصيل اللي أحياناً نحس إننا مزنوقين فيها وما نعرف إيش الحل. أتمنى إنه هذه الحيل أو الطرق أو الخدع، عادي سموها زي ما تبغون، تفيدكم. ما بطول عليكم في المقدمة وخلونا ندخل في الفيديو على طول. الحيلة الأولى للتغلب على البيبي هير أو الشعر الصغير الموجود في مقدمة الرأس. عادة لما نسوي شعرنا تسريحة، وخاصة تسريحة ذيل الحصان اللي يكون فيها الشعر مرفوع لفوق، تكون هذه الشعيرات مطايرة وشكلها مو مرتب. الحل، تحتاجين إلى سبراي أو بخاخ مثبت شعر وفرشاة أسنان نظيفة. نبخ المثبت على الفرشاة ونمشط الشعيرات على الخلف، وراح تحصلين على تسريحة مثالية. الحيلة الثانية لتنظيف الهاي هيلز الأبيض. إذا كان عندك هاي هيلز أبيض يعني زي الأميرات، فطبيعي إنه بعد استخدام أو استخدامين راح يتغير لونه. لا تخافين، الحل مرة سهل. تحتاجين إلى مزيل مكياج، أنا أستخدم ماء ميسيلان من غرنيه وقطنة لتنظيف المكياج. نضع قطرات من ماء ميسيلان على القطنة ونمسح فيها الهاي هيلز، وراح يرجع جديد كأنك دوبك مشتريته. الحيلة الثالثة، إذا زنقتي وخلص عليكي الدودورايزر أو مزير العرق، لا تخافين، الحل موجود. تحتاجين إلى خل تفاح مخفف بالماء وقطنة، تستخدمينها مثل مزير العرق تماما، وراح تبهركي النتائج. وعلى فكرة هذه الطريقة آمنة وصحية، وتستخدم كمان لتفتيح منطقة تحت العنق. الحيلة الرابعة، إذا كان عندك فاونديشن تغطيته ثقيلة أو متوسطة وانت حابة تستخدمينه بشكل يومي، فلازم تخففين التغطية. الطريقة مرة سهلة، تحتاجين إلى مرطب وجه، أنا أستخدم حاليا هيدرو بوست من نيتروجينا. تخلطين كميتين متساوية من الفاونديشن والمرطب. وراح تحصلين على تغطية خفيفة تناسب استخداماتك اليومية. الحيلة الخامسة خاصة بتكبير الشفايف. فإذا أنت حابة تكبرين شفايفك قبل مناسبة معينة، صار هذا الشيء ممكن. وتحتاجين إلى ملعقة من مسحوق البابريكا الحار وملعقة زيت الخروع. تخلطين المكونات مع بعض وتعملين مساج للشفايف باستخدام فرشاة أسنان نظيفة لمدة 10 دقائق، وراح تحصلين على شفايف ممتلئة ووردية. الحيلة السادسة خاصة لتبييض الأظافر. أتوقع واحدة من أكبر المشكلات اللي تواجه البنات اللي يحبون الأظافير الطويلة، إنه تصل لمرحلة تكون فيها الأظافير صفراء ويصير شكلها مو نظيف ومو حلو في نفس الوقت. وعلشان تعيدين البياض للأظافر، تحتاجين لملح الليمون وأعواد تنظيف الآذان. نذوب مقدار ملعقتين من ملح الليمون في نصف كوب من الماء. ونستخدم أعواد تنظيف الأذان لتنظيف الأظافر، وراح يرجع البياض والحيوية للأظافر. الحيلة السابعة، إذا كان عندك آي شادو غامق واجهتك مشكلة إنه ما تلقين نفس درجة اللون على الجفن، بمعنى أن الشادو يكون غامق في علبته وفاتح لما تحطينه على الجلد،
الحل السحري أنك تستخدمين مثبت المكياج بحيث أنه ترشينه على الفرشة قبل ما تلتقطين اللون من العلبة، وراح تحصلين على نفس درجة اللون وراح يثبت على الجفن أطول مدة ممكنة. وواضح على البيوتي بلندر درجة اللون لما استخدمته بدون مثبت وكيف صار غامق مع المثبت. الحيلة الثامنة، إذا كان عندك ماسكارا عزيزة على قلبك ولكن مع الأسف خلصت أو نشفت، لا تحزنين وترمينها لأن الحل عندي. راح تستخدمين زيت الأطفال من بيبي جونسون بحيث تحطين قطرة واحدة على الفرشات وتحركينها داخل الماسكارا وراح ترجع الماسكارا كأنها جديدة. الحيلة التاسعة، إذا كان عندك حمالة صدر ولكن خرجت منها حدايد التثبيت، انتبهوا بنات تلبسونها بهذا الشكل لأنه أبداً غير صحي، والحل أنه نستخدم لصقات تغميد الجروح لإخفاء هذه الحدايد، وبكذا تكون آمنة تماماً للبس. الحيلة العاشرة والأخيرة، إذا كانت بشرتك دهنية أو من النوع اللي تفرز زيوت كثيرة وتحسين إنه هذا الشيء يضايقك، وخاصة لما تكونين في خرجة والجو حار ويستحيل عليك إنه تغسلين وجهك كل ساعة، فتبقى الدهون على سطح بشرتك وما تخلي الهواء يدخل للبشرة وتزيد حرارة الوجه وتتمنين لو إن بشرتك جافة وما فيها أي دهون. اليوم راح أعطيك الحل اللي لو جربتي مرة واحدة أوعدك ما راح تتركينه أبداً، وهو بودرة الأطفال. قبل ما تخرجي من البيت حطي طبقة خفيفة من البودرة على كامل وجهك، وأنا راح أضمن لك أن الشعور المزعج اللي تسببها الدهون راح يختفي وراح تبقى بشرتك جافة من أي دهون، لأن حبيبات البودرة راح تمتص أي دهون زايدة على الوجه. وهذه الطريقة أنا أستخدمها بشكل يومي تقريبا وما أقدر أستغني عنها. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى تكونون استفدتوا واستمتعتوا، ولا تنسون اللايك لهذا الفيديو واضغطوا على الزر الأحمر أسفل الفيديو علشان تشتركون بقناتي. وإذا ما تفرجتوا على الفيديوهات السابقة تفرجوا فيها راح تعجبكم كثير، وأشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي، ومع السلامة.